صباحنا لليوم وين رح روح سوا؟ هلا اكيد سالي حروح لمحطتنا الاخيره لليوم يلي بتحمل مع روح الفن. بنقصد بروح الفن لما بتجتمع رساله الفنان مع هدف انساني مجتمعي، وهالحاله تجسدت بالاعمال يلي حملها معرض لها للفنان التشكيلي اسامه جحجاح. اهلا وسهلا فيك استاذ اسامه. اكيد المعرض اجى بالتعاون مع مؤسسه الوعد الصادق، استضافته قاعه اشبيليا في فندق الشيراتون، ضم 21 عمل. خلينا نحكي اكثر عن هيدي الاعمال. الاعمال اول شيء هذا المعرض الفردي التاسع بالنسبه لي، في مشاركات جماعيه كانت خلال الفتره الماضيه. المعرض الخيري، المعرض الانساني اللي يكون ريعه خيري، هو المعرض الثاني بالنسبه لي. المعرض الاول كان اسمه انا الشام بدار الاوبرا بال 2016، كان ريعه دعم لجرح الجيش العربي السوري. نعم. طبعا كمان بالتعاون مع مؤسسه الوعد. المعرض هذا الثاني كان احنا حبيت انه نساويه كمان فيه نفحه انسانيه ضمن الحمله الوطنيه للكشف المبكر عن سرطان الثدي. حلو. بس مشان ما نتوسع كثير نحن بهذا الموضوع، حصرنا الموضوع الكشف المبكر بحالات انسانيه اكيد محتاجه، وهن اسر وشهداء، اسر وعائلات شهد. اخوات، ارامل، زوجات. نعم. جرحى وشهداء الجيش العربي السوري، حصرنا هذا الموضوع فيهم. وانا بعتبر انه هذه الاسر بالذات، طبعا نحن معنيين ببلد ككل يعني، بس هي الاسر بالذات امانه باعناق كل مواطن سوري. نعم. خلينا نحن هلا مثل ما حكينا على رسالة الإنسانية والمجتمعية، ورسالة كمان هي تعتبر وفاء لأمهات وزوجات الشهداء والجرحى المصابين بسرطان الثدي. كيف كان الإقبال على هذا المعرض؟ هلا الإقبال الحمد لله كان ممتاز، يعني كان برعاية كريمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال ورعاية وزارة السياحة، وكان بمبادرة من مؤسسة الوعد الصادق. وأنا قدمت الأعمال 21 عمل، 28 قطعة، في عملين منهم عمل 6 قطع، عمل 3 قطع. أنا قدمت هاي الأعمال بمعرض فردي، يعني قالوا لي في مجال مشاركات جماعية، قلت لهم لا أنا حابب أني أقدم هذا الشيء بمعرض كامل الأعمال. أنا قدمهم يعني تكونوا خاصة مني إني لمساعدة هذا. أنا من مدينة قدمت، يمكن يعني بحس بالوجع أكثر، لأنه أول شيء أنا سوري، ثاني شيء أنا من مدينة كثير قد من مدينة اسمها دريكيش، قدمت كثير شهداء وجرحى مثل أي قطعة بسوريا يعني. نعم. بس بحس يمكن بالوجع أكثر، مشان هيك يمكن سلطت الضوء على هذا الموضوع الإنساني المهم كثير. صحيح. يمكن هيك اللي حكيته، هو دائما الفنان هو ابن بيئته، فهو الوقت يطلع شيء بيطلعه من شيء حاسس فيه. يمكن 21 عمل ضم المعرض، 21 عمل، لكل عمل كان فيه رسالة يمكن. ويمكن قلت لي كلمة إنه المهم توصل الرسالة، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت. عم نشوف بعض الصور اللي كانت ضمن المعرض، الرسالة الكبيرة اللي كان أنت حابب توصل لكل حدا شاف هذا هالإنتاج. هلا انا ماني يعني الحقيقه متعود على هذا الشيء، متعود على هذا الاقبال، كان الاقبال كثير ممتاز يعني. وانا صراحه توقعت هيك شيء، بس ما توقعت بهذا الحشد. الدليل انه في حس انساني وروح انسانيه لدى المواطن السوري. اكيد الازمه كثير بشعه، هالثمان سنوات كثير بشعين، بس بقدر بشاعتهم، بقدر ما طالعت فينا شو في تاخي وشو في انسانيه وشو في محبه وشو في تعاضد نحن بين الشعب العربي السوري كلياته. أنا كفنان بجوز مو قادر أني أقدم المبلغ اللي ممكن أنه ينباعوا فيه الأعمال بكل بساطة يعني، بس أنا ممكن بكفي المبادرة أنا يعني. ممكن أني أقدم هاي الأعمال جمعية متخصصة تبيعون، وأكيد طالعين من القلب يعني. وبالنهاية هذا اسمه المفروض يكون الفن ملتزم بقضايا هاي البلد. الفن هو رسالة مثل ما بنعرف. هلأ عم نشوف نحن هلأ لوحات عن دمشق ولوحات عن الأنثى، ممكن نحكي عن الأسلوب الخاص والتقنيات الحديثة والتلوين الرقمي. هلا لوحات الأنثى أنا موجودة لوحاتي دائما بكل كمرقوا معنا بكل معارض يعني، بس هذا المعرض بالذات أنا شو سويت، أني حاولت أني أقدم شيء غير موضوع الأنثى، ما فينا نقول المهزومة، الأنثى السورية، الأنثى المنكسرة يعني، إن كان حرب، إن كان مرض، إن كان كذا. بالعكس أنت قدمت بصورة معاك زي المرأة الصامدة القوية الصابرة. نعم. الشجاعة، الأنثى السورية قوية، الأنثى السورية فارسة،
كمان في لوحه كانت عن الفروسيه، انا كمان حطيتها لوحه عن الشام، لوحه عن تاخي الديني، الجامع الكنيسي مع البوابه الدمشقيه، الانثى المعنطد بتشكيل معين في مفردات معينه بالحركه الجسد، التضرع الى الله تعالى، لوحات في لوحات كانت حروفيات او ايات من القران الكريم، تشكيل خط عربي. انا قصد حطيتهم، انا ما كثير بحب فوت بهذا المجال، بس قصد حطيتهم لانه المريض روحاني، شيء روحاني، شيء روحاني بينه وبين رب العالمين، حبل تواصل. يعني لما الشخص بيكون بيقول يا رب الشفاء يا رب، مشان هيك حبينا نحط شيء روحاني بالاضافه لاعمال الانثى اللي جسدت فيها اللوحات. يعني وجهت كثير رسائل فيها، اكيد تم توجيه رسائل. مزبوط سمر، وجه فيها رسائل كثير، وهي رسائل كثير كبيره ولها قيم. طبعا. رساله الفن هي الرساله الساميه. بالضبط. دائما نحن بنعتبرها هي رساله ساميه لانه هي بتعبر بالالوان وبالاشكال، كل حدا بيشوف صوره بيتخيل له شيء معين، وخاصه اذا كنا مثل هيك عايشين، كنا ظروف يمكن مع بعض نحن عشناها، كان طبعا. الجرح واحد، الالم واحد، وايضا الفرح وهلا واحد. خلينا نحكي أيضا عن تفاعل العالم مع هدول الصور. هلا أنا الحمد لله أنا أخذت طريق مختلف عن طريق الفن التشكيلي الكلاسيكي. أنا اشتغلت بموضوع الكمبيوغرافيك أو الكولاج، المزيج بين الديجيتال والعمل التشكيلي الكلاسيكي والرقمي بعمل تشكيلي واحد. بيروح تشكيلي، يعني بيروح تشكيلي واحد. هلا أنا اول ما ابتديت تقريبا كان لي معارض فرديه خط عربي بال93 وبال95، هدول كانت مبادرات كثير خجوله، كنت لسه طالب بكالوريا يعني، وبعدين والموهبه موجوده من الصغار. هلا انا حاولت اني اقدم شيء لما كان بلشت عصر التكنولوجيا والرقميات وبرامج الجرافيك، يعني واكبت التطور، واكبت، حاولت اني طبعا بالنهايه يعني الفن هو ثقافي بصري، شو ممكن تشوفي ممكن. هلا انا حاولت اني اقدم شيء، اسخر البرامج الرقميه وبرامج الجرافيك، حاولت اسخرهم لخدمه العمل التشكيلي وليس لخدمه العمل ديزاين الاعلاني. يعني هذا الشيء بال 2007 كان في جدل، أثار نوع من الجدل، الناس مو متعودة على هذا الشيء. هلا نحن أولاد اليوم الجديد هذا، نحن هلا بالقرن 21، يعني نحن ما لنا أولاد. أنا ما فيني أتسمع مثلا، هلا نحن بالمسج ممكن أنك تبعتي لأي دولة لكل العالم بظرف ثواني. مثلا نحن شريط الكاسيت كنا نسمع، كنا نسمعه أيام زمان، هلا لا، سي دي أو فلاشة بكليك واحدة ممكن أنه نحن نسمع اللي بدنا إياه. 100%. هلا اختلفت الظروف، اختلفت الأحوال، أكيد بوسائل التواصل الاجتماعي صار كثير، يعني حتى موضوع دخل هذا صار جزء لا يتجزأ من فن التشكيل الكلاسيكي بكل دول العالم. هلا أنا لما بديت صار محط جدل الموضوع، بعدين الناس بلشت تحب الموضوع، هلا صار الحمد لله رب العالمين ممتاز، يعني الإقبال كان كثير، كان كثير راقي، كان كل شرائح المجتمع، ان كان فن تشكيلي، ان كان اهتمام رسمي، ان كان شعبي. بدي اقول لك اهميه الشراكه بين الفنان التشكيلي والجمعيات الاهليه ووقت يقدموا اعمال ذات فائده للمجتمع، ممكن تحكي لنا هاي الاهميه الكبيره؟ هلا انا كفنان تشكيلي انا مو ممكن اعرف مثلا، انا هاي الاعمال ممكن تنباع بمبالغ ان شاء الله بمبالغ كويسه، يعني مو بالضروره انا اعرف اسر الشهداء والجرحى، كل بيت شو فيه، شو له حاجات، يعني تكون فكره عامة عن الموضوع. كانت فكرة عامة، ولكن الرسالة أنت كان هدفك، يمكن هي الرسالة اللي بدك توصلها. وبرجع بعيد، الرسالة جدا سامية، وخاصة لتقدمتك ولو هالشيء الرمزي، يمكن قد ما قدمنا نحن ما بنوفي. طبعا في شيء اسمه انتماء وفي شيء هوية، يعني وهذا أهم شيء بالموضوع. يعني نعم. الواحد بده يشتغل، يعني الوطن بحاجة إنه يشتغل، ما بدنا كتير نحكي ونتملق، صح. يعني صح. الوطن بحاجة للشغل، وهذه يعني لازم الواحد بلدنا، يعني ما بدنا نزاود، بس نحن لحم كتافنا من خير هالبلد. أكيد. 8 سنين أزمة، أنا كواجبي كفنان إني هيك قدم، صحيح. وهي إمكانياتي، وإن شاء الله تكون وصلت. يعني بس بدي أرجع على موضوع هلا نوهت عنه، إنه موضوع الجمعيات. هالفنان مو بالضرورة يعرف العائلات لوين، هون شو فيه وهون شو فيه وهون شو فيه. هلا الجمعيات بيكون عندها حصر واحصائيات معينه، مشان هيك بيصير تكامل بين الفنان والجمعيات والمؤسسات المعنيه بهذا الموضوع، وهذا اللي صار كتجربه ثانيه مع مؤسسه الوعد. التجربه الاولى كانت كثير ممتازه،
التجربة مبارح كانت أكثر من رائعة، وإن شاء الله سعادة أسر الشهداء والجرحى كانت كتير كبيرة وظاهرة على الكل. صحيح. والإقبال كان كتير كبير، وأكيد دائما نتمنى لك التوفيق والنجاح وتوصيل رسالتك الإنسانية المهمة مو بس بسوريا ولا خارج سوريا. بنتشكرك كتير على وجودك معنا. شكرا كتير لك، بالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله بنشوفك بمعارض هيك أكثر وأكثر.